يمكن فيوتشر النهارده طلع بهدفه باقل مجهود. اتفق معاكي جدا. نادي فيوتشر يمكن النهارده ما قدمش جيم كبير، يمكن حتى بعد تسجيله الهدف المبكر اللي تسجل في اول 10 دقائق الحرس يمكن هو اللي كان مستحوذ على الكوره، هو اللي صنع فرص كتير، اوقات كتير كان موجود في نص ملعب نادي فيوتشر، لكن فيوتشر زي ما قلنا لاعب استهلاكي، هو الفريق اللي بيمتلك العناصر الافضل فنيا، قدر ان هو يسير اللقاء، كان محقق الهدف اللي بيسمح له بيه الصعود للدور اللي بعد كده ويستمر في البطوله اللي هو حامل لقبها. اعتقد انه لعب تجاري من فيوتشر، قدر ان هو ياخد اللي هو عايزه باقل مجهود، لكن اعتقد ان فيوتشر مع المنافسه القادمه القويه في بطوله الدوري، مع كمان استمرار في بطوله الكاس الرابطه، الاداء اللي ظهر بيه النهارده اعتقد ان هو لازم يكون اداء تجاري لمباراه واحده، ما ينفعش ان هو يستمر بيه في المباريات القادمه لو التارجت بتاعه الفوز بكاس الرابطه ومعاه فرق شرسه جدا بتستهدف البطوله زيه، مع المنافسه كمان مع نادي الزمالك ونادي بيراميدز في الصعود لدوري ابطال افريقيا. بقينا متعودين في النسخة التانية من كاس الرابطة ان احنا في نص النهائي بنشوف فرق جماهيرية زي الاتحاد والمصري وفرق طميحة زي سيراميكا وفيوتشر، وما بقيناش نشوف الكبار زي الاهلي والزمالك، يعني طبعا الفرق دي كلها كبيرة بس ما بقيناش نشوف يعني الاهلي الزمالك بيراميدز، متفق معايا؟ طبعا هو يعني ده شكل المنافسه من السنه اللي فاتت. هل ده الهدف من وجهه نظرك اللي اتعمل عشان كسر جزء، يعني اعتقد جزء من الهدف او الجزء الاكبر من الهدف من البطوله هو اللي بيحصل دلوقتي. اولا السنه اللي فاتت لو تفتكري برضو كانت المجموعات اعتقد بالزبط. اهلي زمالك بيراميدز كانوا اخر مجموعتهم الثلاثه، الاهلي اشترك اصلا بمجموعه من اللعيبه الشباب، الزمالك طعم ما بين الشباب واللعيبه الكبار اللي كانت المحله، كان في محاولات من الاسماعيلي بالظبط، وفي الاخر كان الفاينل فيوتشر محله، فيوتشر واحد من اضلاع المربع الذهبي دلوقتي مع فريق جماهيري زي غزل المحله. وزي ما انت دلوقتي شايف الفرقه ان الاتحاد اللي عامل موسم كويس جدا مع زوران، والمصري مع كابتن حسام حسن، موسم الاتحاد هايل طبعا جدا. مليون في المية هايل، الفريق قوي، تدعيمات محترمة، تجديد، وانت معدية لما بقولوله بيجدد عقده في لعيبة مهمة، إضافة عمار حمدي فرقت مع محمد محمود، يمكن عنده باد لك كتير كمان انه اتصاب الماتش الأخير، لكن عنده إضافات مهمة. فانت بتتكلمي النهاردة في فرقتين جماهيرهم كلهم وراهم يا داود، النهارده جمهور الاتحاد بقاله كتير ما اخدش بطوله، جمهور المصري بقاله كتير، فبالنسبه له بطوله الرابطه هي بطوله في الاول وفي الاخر. والناحيه الثانيه سيراميكا فريق زي ما قلنا الموسم بتاعه مش الطف حاجه، ولسه بيحاول يلحق بس الدنيا في الدوري، وعنده امكانيات مع فيوتشر، فاعتقد هتبقى مباريات حلوه وكل واحد عنده طموح. ودي الميزه بقى، انت اولا هم الدوري ما بيلعبوش ماتشات، فبيلعبوا الرابطه، بيلعبوا بالتيم بتاعهم، في لعيبه بتاخد فرص في النص، في فرق ثانيه بتلعب لعيبه شباب وبتشرك ناس وبتعمل روتيشن، بلس ان الانديه اللي زي الاهلي والزمالك، الاهلي ما اشتركش السنه دي، الزمالك كان في مرحله انعدام وزن، فبنك الاهلي قدر يفوز على الزمالك ويعدي بنتيجه كبيره، اعتقد الماتش 3-3 وبيراميدز خرج، فبيبقى فيها يعني اهداف مختلفه. ودي نقطه مهمه على فكره، ان كل العالم بره بيفكر في البطولات، خاصه الدوري الانجليزي صح، اللي فيه متابعه كبيره بين فرق كتير برضه، الموضوع مهم جدا بالذات الفرق الجماهيريه كمان والفرق الطامحه والاستثماريه. لو انت بتتكلم ان الكوره دلوقتي رايحه للاستثمار بشكل كبير، فانت لازم تجدد الدوافع عند كل اللعيبه والانديه، وده مهم، لان خاصه ان اعتقد الاقتراح او الشكل الاقرب لبطوله السوبر الجديده كان يقال ان السوبر هيبقى بطوله رباعيه بين اربع اضلاع، بطل الدوري وبطل الكاس واعتقد بطل الرابطه، زي ما الدوري الاسباني كل دلوقتي دايما الليجا بيروح يلعبوا في السعوديه، بيحصل في اسبانيا وبيحصل في اكتر من